ما بغى يوصل. اذهب، على الأقل أحدنا لن يبقى في الداخل طوال اليوم. أنا قطيعا رائع الجمال وس... الغرض من هذا التصوير اني اوريكم الحبيب الجديد اللي هو تابلت حق شركة سامسونج. رهيب رهيب رهيب، مع سعره، مع الكيبورد، مع كل شيء، مع القلم.
القلم والتاب جاء لحاله والكيبورد أنا اشتريته لحاله. حرفيا رهيب بمعنى الكلمة. اللي ببالي كنت باخده اللي هو تاب سوري آيباد برو من شركة أبل، لكن أسعاره جدا غالية وهذا يعتبر نص السعر. أخذته ب3789 مع التوصيل من برا من أمريكا. اللي عجبني فيه البصمة كثير سهلة، تضغطينها بتفتح لك على طول. الشيء الثاني تقدرين تحولين التاب نفسه للديسك مود وتقدرين تخلينه على التاب نفسه. القلم يجي من وراء، حوريكم بشكل أوضح. طبعا الشحن من وراء بطريقة واحدة اللي هي تحطينه كذا كذا بينشحن. خلنا أوريكم شلون من قدام. لما أشيل القلم ولما أرجع بيطلع لي الشحن فوق. الحركة اللي ورا كثير حبيتها بالكفر، تقدرون تفتحونه لآخر مستوى أو تحت آخر شيء تسكرونه، وإذا تبون تخلونه واقف كذا. بالنسبة للكيبورد تقدرون تشيلونه بكل سهولة، بسيط مرة، وإمكانكم ترجعونه ويرجع على طول وينتقل للديكس مود. بعد اللي كثير يمكن فيه عيب شوي، أو ما أعتبره عيب يعني هو سهل، أهم شيء أنا عندي اللغة العربية صراحة موجودة، بس اللهم الكيبورد راح يجي بدون أحرف عربية بس أحرف إنجليزية. إذا تقدرون تشترون استيكرات وتحطونها، أو أنكم مع الممارسة راح تعرفون أماكن الأحرف العربية وبيكون سهل. حاليا اليوم استخدمته وبديت شوي شوي والحمد لله يعني ماشي معي كويس. ينفع للرسامين، ينفع للي عندهم مذاكرة، ينفع للي عندهم أعمال بعد مرة حلو. الحين أنا على وضع ديسك مود، راح أوريكم الأشياء اللي موجودة فيه وكيف تنتقلون من الديسك مود إلى التاب العادي. من هنا تضغطون مكتوب الخروج من الديكس، بيحولني. أوكي، مرة سهل وسلس جدا. ايضا عندي انا اوريكم برنامج رسم او كتابة. اوكي، كتابة مرة سهل وحلو وقت الكتابة، يعني ما يقطع ولا شيء ومتواصل. كثير حلو. هنا موجود مدخل الشاحن اللي هو هذا، وبإمكانكم تحطون بعد نفس في نفس الذاكرة تقدرون تحطونها هنا وتركبون عليها إضافة زيادة، يعني نفس التوصيلة وتركبون عليها توصيلات زيادة، مثلا ذاكرة، شاحن، سماعة إضافية، لأن ما في مدخل سماعة هنا. وهذه السماعات هنا ثنتين وهنا ثنتين، وبإمكانكم تضيفون ذاكرة زيادة خارجية موجودة هنا. هذه هنا بأوريكم الحين بأفتحها. يجي معاه نفس المفتاح، ذاكرة SD. مرة حبيت الفكرة هذه، عجبتني. بعدين تحطونها وترجعونها مكانها. هذه الفكرة جبارة بصراحة، لأني أنا أحتاج أحيانا ذاكرات زيادة فأتورط مع الأجهزة الثانية. بعد من الأشياء اللي عجبتني فيه، بإمكانكم تحطون أكثر من صفحة بالواجهة، يعني مثلا فتحنا الحاسبة، اوكي ابي احسب شيء مثلا،
أفتح برنامج مثلاً، بأفتح اليوتيوب أجيبه مثلاً وحطه هنا، بيصير في عندي واجهتين. لو أبي أفتح زيادة مثلاً، أبي أفتح المذكرة، بتصير عندي ثلاثة، وبإمكانكم تزيدون. وتقدرون تحطون مثلاً البرنامجين مع بعض، يفتح لكم مع بعض بس بضغطة. أوكي، بيصير اليوتيوب مثلاً وهذا، لأنه موجود هنا من أول، اليوتيوب وبرنامج جوجل. هذا الفكرة بعد عجبتني فيه، وتسكرونها بكل سهولة. القلم بعد تقدرون تحطونه فوق، بس إنه ما يشحن، ما يشحن إلا من ورا، بس هنا يلزق. بالنسبة لعمر البطارية 10090 ملي أمبير، مرة جبار البطارية. وبعد تقدرون تشحنونه شحن سريع، تقريبا 45 واط، تقدرون تشترونه خارجي اللي جاي معه مو 45 واط. بالنسبة للوضوح، هذا وضوح الكاميرا الخلفية، والتقريب إلى 8، هذه أكبر شيء. الوضوح مرة ممتاز. بالنسبة للكاميرا الأمامية بعد وضوحها ممتاز.